رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح السادس. جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه، والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهينوا بهم لأنهم إخوة بل ليخدموهم أكثر، لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبون. علم وعز بهذا. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعال بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسد الذهن وعادم الحق يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء، وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فأسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين. أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. يا تيموثاوس احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي إذا تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. النعمة معك. آمين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين. إصحاح الختامي في رسالة تيموثاوس الأولى بيحط قدامنا معنيين مهمين قوي يخصوا حياتنا اليومية وعلاقتنا مع المال. في عدد 6 يقول كده: التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. التقوى الحياة النقية مع القناعة، قناعة الإنسان وعدم سقوطه في فخ الطمع أو الأنانية أو الاهتمام بالمال بأي صورة من الصور. التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. ويحط لنا مبدأ معروف لدى البشر: لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، في عدد 7. وبيتكلم عن حياة الاكتفاء، إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم. وبيرجع يأكد على أن محبة المال في عدد 10 أصل كل الشرور،
وده اللي بنشوفه في العالم لغاية النهاردة. كل العالم اللي بيجري وراء المال بيقع، ويحب المال بيقع في شرور كثيرة جدا. لكن الحقيقة في عدد 11 بيحط لنا لقب جميل ويقول كده: أما أنت يا إنسان الله، إنسان الله. وده تعبير فريد الحقيقة بيستخدمه القديس بولس الرسول. ممكن واحد يبقى له ألقاب كتيرة، يكون جنسيته إيه، ديانته إيه، شكله إيه، حياته إيه، عرقه إيه، كل ده قائم. لكن هنا بيقول لنا القيمة الكبرى في حياة الإنسان أن يكون إنسان الله. والحقيقة يعني لقب جميل قوي، ويحط له 7 نقط مهمين. اهرب من محبة المال، دي نمرة واحد. لكن اتبع بقى 6 فضائل: البر، التقوى، الإيمان، المحبة، الصبر، الوداعة. ويأكد على جاهد جهاد الإيمان الحسن، امسك بالحياة الأبدية. كل دي صفات في حياة الإنسان علشان يكون ماشي صح، ويكون خادم صح، أو يكون إنسان عايز يتمتع بالفرح العظيم في حياته. إزاي أنه يحمي نفسه من هذه السقطات، وإزاي أنه يمسك في الحياة الأبدية. تعبير يمسك في الحياة الأبدية تعبير جميل الحقيقة قوي، ويعني ويكرره تاني في عدد 19: لكي يمسكوا بالحياة الأبدية، يمسكوا بالحياة الأبدية. فامسك في الحياة الأبدية، والملكوت غالي، وأتعبنا على الأرض مهما كانت هي ضريبة الملكوت. عشان كده اجتهد أن يبقى لك نصيب في السماء. وده كلام بولس الرسول اللي بيختمه بوصية جميلة، ويقول له في عدد 20: احفظ الوديعة. وعشان كده مسيحيتنا وكنيستنا قايمة على التسليم والتسلم من جيل إلى جيل. فكل جيل بيسلم الجيل اللي بعديه، بيسلموا الإيمان والعقيدة والسلوك والخدمة والمحبة، وكل هذه الحياة اللي بنعيشها في مسيحيتنا. ده الإصحاح 6 في رسالة تيموثاوس الأولى اللي كتبها القديس بولس الرسول. ربنا معكم. We'll be right back.